لأزمة الطاقة في أوروبا تداعية تثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي، مخاوف تدفع المفوضية الأوروبية إلى تبني خطة طوارئ بشأن الغاز، غاز تأثرت إمداداته من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتهم موسكو باللجوء إلى سياسة الابتزاز. اتهامات أوروبية ترفضها روسيا وتؤكد أنها ستفي بالتزاماتها كاملة في وقت يشتد الصراع بين الجانبين بشأن الحرب الأوكرانية. أهلا بكم إلى برنامج الرابط. المفوضية الأوروبية تدعو لخفض استخدام الغاز بنسبة 15% ضمن خطتها الطارئة، وعن ذلك نتساءل، هل تنجح خطة بروكسل بتخفيف حدة أزمة الطاقة وتداعياتها عن الأوروبيين؟ هل يترجم التضامن الأوروبي بموقف موحد يفرض أجندته على روسيا بشأن الحرب الأوكرانية؟ تصريحات الرئيس الروسي بشأن استكمال أعمال الصيانة في نورد ستريم 1 تترك خوفاً عند بروكسل وتدفعها لتفعيل حالة الطوارئ من أجل تقنين الغاز بنسبة تسمح بتجاوز موسم الشتاء القادم بأقل الخسائر. وفيما تدخل العلاقات الأوروبية الروسية حالة من شبه الطلاق، تنصرف بروكسل نحو البحث عن مصادر جديدة للطاقة. رياح طوارئ ما قبل الشتاء هبت، فرصيد الثقة بموسكو قد نفد، لذا لواء التقنين من قبل بروكسل رفع. We are asking the member states to reduce by 15% the gas consumption. 15%, why? This is the equivalent to 45 BCM of gas. And with such a reduction, we can make it safely through this winter in case of a complete disruption of Russian gas. لم يعد ينظر الأوروبيون للغاز إلا كسلاح ابتزاز أو فخ ينصبه بوتين قبل موسم البرد، كدعمهم مشروع انضمام كييف للناتو في خاصرة حدوده الغربية. يضع بوتين برلين ومن خلفها بروكسل أمام أمر واقع جديد، توربين آخر غير الذي أرسلته ألمانيا لكندا من أجل التصليح وبانتظار إرجاعه سيدخل خدمة الصيانة. منذ شهر وموسكو تفعل القوة القاهرة لتتحول بؤسا سياسيا وتوترا اقتصاديا في الشارع الأوروبي، فالمعامل لن تعود إلى طاقتها الإنتاجية القصوى، إنها إجراءات زيادة احتياطات الطاقة داخل هذه الخزانات قبل موسم البرد. الاتحاد وهو يتحصن بخطة طوارئ يدرك خطر الركود الذي يقف عند أعتاب اقتصاده الجماعي، ويتخوف من أي توقف حالي في خطوط الطاقة من روسيا، ما يعني تراجع ناتجه المحلي الإجمالي بنحو 1.5%، ضريبة الاستدارة عن الجارة الشرقي لا بد من دفعها. تعلم بروكسل أن تسديدها قد يتطلب سنوات طويلة، ولذلك تعجل حركتها بطرق أبواب مصادر أخرى. قبل البدء بنقاش الليلة أذكركم بسؤالي الرابط، هل تنجح خطة بروكسل بتخفيف حدة أزمة الطاقة وتداعياتها عن الأوروبيين؟ هل يترجم التضامن الأوروبي بموقف موحد يفرض أجندته على روسيا بشأن الحرب الأوكرانية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيوفي معي عبر الأقمار الصناعية من بروكسل، السيدة منال مسلمي مستشارة الشؤون الدولية لدى البرلمان الأوروبي، كذلك معي من برلين الدكتور أولريك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين، وضيفي من موسكو عبر زوم الدكتور يوري موسيكين عميد كلية الاقتصاد في جامعة الصداقة الروسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة منال، خطط الطوارئ الأوروبية هذه بشأن إمدادات الغاز من روسيا برأيك هل هي قابلة للتنفيذ، وكذلك ما مدى نجاعتها؟ شكرا على استضافتي. إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت أنه
أننا يجب أن نكون استباقيين ونحن نستعد للأسوأ ونأمل الأفضل. بالتأكيد الاتحاد الأوروبي يحاول أن يعد خطة طوارئ في مقترح خطة الطوارئ للغاز بدءا من تقليل استهلاك الدول الأعضاء ب 15% ما بين شهري أغسطس وحتى شهر إبريل. وأيضا هناك نوع من الاتفاق ما في يوم الاثنين في أذربيجان بين رئيس الطاقة في المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية فيما يتعلق ب صفقة الغاز، ولدينا 20 مليار طن مكعب من الغاز بحلول عام 2071، وبالتالي هذه اتفاقية أخرى ستساعد الاتحاد الأوروبي على الخروج من هذه الأزمة خلال السنوات القادمة. نعم دكتور أولدريك، نسبة 15% هذه اللي كانت تتحدث عنها ضيفتي من بروكسل، وكذلك دعوات رئيسة المفوضية الأوروبية بدول الاتحاد للاستعداد للمزيد من هذه القرارات بشأن انقطاع امدادات الغاز الروسي بشكل كلي، برأيك ما الذي سيترتب على كل هذا الواقع في القريب العاجل؟ هناك عدد من التداعيات التي يجب أن نضعها في عين الاعتبار عندما نقوم بوضع أي تنبؤ. فعلى جانب الأمر متعلق بإعادة توزيع القوى، وفي هذه المرحلة الاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية ليس لديها حق بأن تخبر أو تملي على الدول الأعضاء ما يجب أن تقوم به، وبالتالي هو كان مجرد مقترح لخفض النسبة أو خفض الاستهلاك بنسبة معينة، ولكن الأمر في نهاية المطاف يعود إلى الدول الأعضاء نفسها أن تقرر ما ستفعله. وعلى جانب الآخر، إذا كان هناك حل أوروبي لمواجهة هذه الأزمة سيكون في تنسيق الجهود التي تؤدي إلى التوصل إلى التضامن، والأمر لن يعود إلى كل حكومة لتقوم باتخاذ قرارات فردية بناء على المزاج السائد في هذه الدولة. وإذا كان هناك دولة لديها إمدادات في خزانات أكثر من دول أخرى، ولكن يجب التعامل معه بشكل موحد وبطريقة موحدة، وبالتالي لديها تداعيات على من يمتلك الغاز وكيف يتم توزيعه. في الوقت الحالي لا نعرف كيف سيكون فصل الشتاء القادم، وبالتالي أي تنبؤ سنقوم به يعتمد على متغيرات لا نعرفها، وأهمها هو الطقس، ما مدى برودة الشتاء القادم. على كل حال سنستشرف هذا المستقبل القريب اللي تتحدث عنه وفق الوقائع المتوفرة حاليا، ولكن بعد قليل. ولكن أذهب بهذا السؤال لضيفي من موسكو الدكتور يوري، كيف تنظر موسكو لخطط الطوارئ الأوروبية هذه؟ هل تراها هي لتجنب أي ابتزاز روسي أو هو استعداد لتصعيد أصعب من قبل الأوروبيين بوجه روسيا؟ إذا كنا نتحدث عن الجزء الأول من سؤالكم، فإن روسيا الاتحادية تعتقد أن الدول ذات سيادة وهي الدول العدا في الاتحاد الأوروبي يجب أن تتخذ قرارات بشأن كيفية ممارسة السياسات في ظروف هذه الأزمة في مجال الطاقة. وفي حال كانت هذه الدول قد قررت بأن المجهودات المشتركة قد تؤدي إلى نتائج إيجابية، فهذا بالطبع حقها السيادي. ولكن بالحديث عن الجزء الثاني وعن مدى نجاح هذه الخطة للطوارئ، فدعونا ننظر إلى حجم توريدات وإمدادات الغاز التي كانت تصل من روسيا الاتحادية، فهناك تخفيض عالي جدا. فعلى سبيل المثال، اليوم الولايات المتحدة الآن من حيث حجم الإمدادات قد زادت إمدادات شركة غازبروم الروسية للاتحاد الأوروبي، وفي حالة كانت شركة غازبروم بسبب الظروف، وأنا أؤكد على مصطلح الظروف وليس الإرادة السياسية، أخذ بالحسبان أن هذه الظروف ليست بسبب سياسات روسيا. وفي حال اضطرت شركة غازبروم لتقليص إمدادات الغاز إلى الأسواق الأوروبية، فبالطبع الدول الأوروبية سوف تضطر إلى البحث عن البدائل لملء هذه الموارد، فإن ذلك أمر
أمر ممكن عبر البحث عن المصادر الجديدة أو عبر تقليص الاستهلاك. فهنا هناك حيز الصلاحيات بالنسبة للحكومات الوطنية الأوروبية. نحن كنا نستمع عن هذه القضية عندما كنا نعلق على تصريحات عدد من الساسة الأوروبيين بشأن دعوات لتوفير الطاقة. نعم، قبل الانتقال إلى الجزء الثاني من حلقة الرابط سأعود سريعا إلى سيدة منال. حديث رئيسة المفوضية عن الاستعداد للمزيد من القرارات بشأن انقطاع الإمدادات الغاز الروسي بشكل كلي، ما الذي من المرتقب أن نتوقع من إجراءات أوروبية عدا عن نسبة 15%؟ بالتأكيد خفض الطلب على الغاز ب 15% سيكون ما بين شهري أغسطس وشهر إبريل، وهذا يعتبر قرارا مؤقتا. ولكن كما ذكرت مسبقا فإن الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة والاعتماد على أطراف فاعلة أخرى مثل أذربيجان على سبيل المثال، ولكن على المدى الطويل الاعتماد على إسرائيل ومصر كموردي للغاز. ولذا كما ذكرت أورسولا فوندرلاين فيجب أن نستعد للأسوأ. بالتأكيد أوروبا لو تسمح لي أعتذر عن المقاطعة سيدة منال، ولكن هل نترقب في القريب العاجل قرار أوروبي بتخلي كامل عن الغاز الروسي، أم أن أوروبا تنتظر قرار روسي بالاستغناء أو بعدم توريد الغاز الروسي للأوروبيين؟ هناك نوع من الابتزاز من الجانب الروسي بشأن توريدات الغاز، ولكن ما تقوله روسيا هو أن هذا غير صحيح، وبالتالي الأمر سيعتمد على المفاوضات التي ستحدث وما إذا كان الموقف سيكون أقل حدة في الأشهر القادمة. ولكن ما تريده أوروبا هو للفصل الشتاء القادم أن تكون قادرة على وضع خطة بديلة واستراتيجية للطاقة قبل حلول فصل الشتاء، لأنه حينها سيسوء الوضع. وعندما وكلما ساء الوضع في أوكرانيا، أوروبا تعتقد بأن روسيا تستخدمها كورقة ضغط وتنتظر حلول فصل الشتاء، وأعتقد أن روسيا ستستخدم ورقة الضغط هذه. نعم، إذن عقب فرض عقوبات وتقليل واردات الغاز الروسية لأوروبا، أوضحت بيانات لوكالة بلومبرغ أن حصة روسيا من واردات الغاز لأوروبا تراجعت لتصل بالتالي إلى 25% خلال العام الجاري بعدما كانت 40%. أذهب بهذا السؤال إلى ضيفي من بروكسل، أو عفوا من موسكو. كيف نفهم التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ هل هي مماطلة أم مناورة ربما لإعادة مستويات الغاز عبر نورد ستريم 1 إلى ما كانت عليه؟ بطبع هذا سؤال منطقي، وأنا يجب أن أقول إن ذلك ليس تلميحا إلى الابتزاز، ولكن ذلك تأكيد على الواقع الموضوع الذي نحن نعيش فيه حاليا. إذن فإن هذه التوربينة التي كانت تحت صيانة كندا، فكم كان من المجهودات التي تم بذلها من قبل السلطات الألمانية لإرجاعها إلى روسيا؟ وثانيا برغم أن هذه التوربينة الأولى الآن في ألمانيا، ولكن شركة غازبروم لم تحصل على أي وثائق التي تؤكد على كون هذه التوربينة سوف يتم تسليمها إلى روسيا، وكيف سوف يتم تسليم هذا الجهاز التقني؟ فإن هذا وقائع على الأرض، فهي تقول بشكل جلي إن روسيا لها بعض الشكوك بشأن أن الزملاء الأوروبيين سوف يعتمدون وسوف يفون ببنود الاتفاقية الموقعة
مع شركة غازبروم، فإن الرئيس بوتين كان يؤكد مرارا وتكرارا أن شركة غازبروم تتابع جميع بنود هذه الاتفاقيات، ولكن الظروف التي قد تطرأ على الأرض ليس بسبب غازبروم قد تعيق استئناف عمل السيل الشمالي واحدة، فإن موسكو تقول ذلك بكل الانفتاح وبدون أي تلميح أو الابتزاز، فنحن نعتبر هذه الفرصة ممكنة للأسف الشديد مع الأخذ بالحسبان ما يحدث مع هذه التوربينة المسكية الآن. نعم دكتور أولدريك، هل ما يرى على أنه هو ضغط على الدول الأوروبية مع اقتراب فصل الشتاء، أو كما وصفت الأمر رئيسة المفوضية الأوروبية بالابتزاز من الجانب الروسي، هل هو تمهيد أو فتح الطريق لتفعيل نورد ستريم 2 المعلق من الجانب الألماني؟ نورد ستريم 2 في حالة جمود، وهو رمز سياسي أن افتتاح خط الغاز هذا سيسبب صدمات متعددة في أوروبا الشرقية بأننا غير متحدون، وبالتالي يجب أن ننسى هذا الخيار تماما. ما قاله دكتور يوري في المقدمة هو أن السيادة تعني أن روسيا يمكنها أن تفعل أي شيء تريده، وفي الوقت ذاته سلط الضوء على ما يقوله الكرملين بأن الكرملين ملتزم تماما بسيادة القانون، وكما شاهدنا خلال الشهور الماضية شاهدنا بأن هذا الأمر غير صحيح، هو وأنه كما حدث قبل أسبوع من الغزو الروسي لأوكرانيا قيل بأنه لا يوجد نية لأي أحد أن يغزو أوكرانيا، ولكن الأمر حدث مع الأسف، وبالتالي السياسة العامة المتبعة هي التسبب في عدم اليقين ووضع الأوروبيين في حالة خوف بأن الشتاء يقترب ولا توجد إمدادات طاقة كافية، وأنه هذا سيضر بالأوضاع بشكل كبير، وهذا ما دفعهم إلى وضع خطة طوارئ، ولكن هناك شكوك بشأن كفاءة الحكومات في هذا الصدد، وهذا ما سيتسبب في حالة شغب في الاتحاد الأوروبي، وهذا جزء من الخطة الروسية، ربما لا أحد يمكنه أن يعرف ما يفكر به بوتين. نعم دكتور يوري، هل فعلا هذا ما تسعى أو يسعى إليه السيد بوتين بإحداث هذه الصدمة السياسية على القادة السياسيين في أوروبا؟ إذن لدي سؤال معاكس. لقد قال ضيفكم الكريم من برلين بشأن أن السيل الشمالي 2 أو نورد ستريم 2 من المستبعد إعادة افتتاح هذا المشروع لأسباب سياسية، ولكن تم إغلاق الحسابات المصرفية الروسية لأسباب سياسية، أما الاحتياطيات المالية التي كانت في الحسابات المصرفية أيضا تم تجميدها لأسباب سياسية، ولكن لماذا هناك استبعاد كون روسيا لأسباب سياسية قد تلجأ إلى بعض الإجراءات الاقتصادية؟ فيجب على موسكو أن ترد على مثل هذه الإجراءات، فيتم تحريم موسكو من هذا الحق كما يبدو. سيدة منال، إن كان كل طرف يحاول الضغط على الآخر من أجل ربما الحصول على المكتسبات اللي يريدها، برأيك هل الأوروبيون سيرضخون للضغوطات الروسية؟ للوقت الحالي كما قلت هناك خطة أو استراتيجية للغاز لتقليل استهلاك الغاز، وهناك تطلع أو بحث عن بدائل أخرى للحصول على الغاز، ولكن منذ البداية أوروبا كانت متعاطفة تماما مع الشعب الأوكراني وأظهروا تضامنهم ووحدتهم وأرادوا أن يدعموا الشعب الأوكراني في هذه الحرب، ويعرفون التداعيات المترتبة على ذلك منذ البداية قد تصل إلى الابتزاز كما هو الحال، وأعتقد أن هناك استراتيجية من المفاوضات واستخدام العقوبات الاقتصادية وعلى الأثرياء الروس، والآن
الاستعداد للأسوأ كما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية. وبالتالي أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية التي تتبعها أوروبا خطوة تلو الأخرى. المفاوضات أولا، وإن فشلت ستستعد للأسوأ. وكما ذكر أحد ضيوفك الكرام، يجب أن يكون هناك تضامن ووحدة بين الدول الأعضاء، لأنه في واقع الأمر فإن الوضع الاقتصادي يختلف من دولة إلى أخرى، وهناك العديد من الدول الأعضاء التي تواجه تحديات اقتصادية وربما تحتاج إلى دعم من دول ثرية مثل ألمانيا وفرنسا. نعم دكتور أولدريك، برأيك هل سيتمكن بوتين من إحداث هذا الشقاق أو هذا النزاع داخل البيت الأوروبي الواحد، أم أنه التضامن كما وصفت الحالة ضيفتي من بروكسل أنه جميع الأوروبيون تعاطفوا يوما ما مع الأزمة في أوكرانيا مع الأوكرانيين، هل سيستمرون على هذا الخط أم أنه سيتمكن بوتين كما كنت أتحدث من إحداث الشقاق بينهم؟ الوضع المتعلق بالتعددية والتنوع الموجود في الاتحاد الأوروبي هو أننا ننقسم في اهتماماتنا، ويمكننا التعبير عن ذلك بحرية لأن هذا هو ما يعرف بالعالم الحر. وبالتالي الوضع غير الاعتيادي هو أن نتحدث بصوت واحد ونتحد، على الرغم من أنه على سبيل المثال البرتغال لا تستورد أي غاز من روسيا، بينما هناك دول أخرى تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير. وبالتالي من المحتمل جدا أن التحدث بصوت واحد لن يستمر للأبد، وكما شاهدنا خلال ردود الأفعال بشأن العقوبات. ولكن لو تسمح لي دكتور أولدريك، أعتذر عن المقاطعة، نحن نتحدث عن قضية أمن قومي، هل هذه القضية تحتمل أوجه الاختلاف بين الأوروبيين في التعامل معها؟ كما قلت، في العالم الحر الناس يمكنهم أن يعبروا عن أنفسهم بحرية. بالتأكيد سيكون هناك مظاهرات، ربما تختلف بعض الشعوب عن قرارات حكومتها، شهدنا ذلك أثناء الجائحة، وسيستمر الوضع خلال الشتاء في حال كان هناك نقص في إمدادات الطاقة. ولذا من أقصى الأولويات الآن أن نضع خطة منسقة، وكان توقيت قرار المفوضية الأوروبية مناسبا، ولكن هذا ليس ضمان بأن الأمور ستمر بسلاسة وأن التضامن سيحدث دون أي انقسامات. على كل حال ضيوف الكرام، تفضلوا بالبقاء معي، حلقة الرابط مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد إلى برنامج الرابط. الخطة الطارئة للمفوضية الأوروبية بشأن استهلاك الغاز تتوزع على عناوين عدة، ربما أبرز تفاصيلها نتابعها في هذا التقرير. استعدادا لمزيد من التخفيضات المحتملة للغاز من روسيا، تقترح خطة المفوضية الأوروبية هدفا طوعيا للدول الأعضاء لخفض استخدام الغاز بنسبة 15% حتى شهر مارس المقبل. وتطالب الخطة المقترحة الدول الأعضاء بالتحول من الغاز إلى الوقود البديل وتحفيز الصناعات على تقليل الاستهلاك وتحديد طرق للمستهلكين لتحقيق وفرات في التدفئة والتبريد. أورسلا فوندرلاين قالت إن الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي عن أوروبا إلى جانب الشتاء البارد، وهو سيناريو محتمل، قد يخفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 1.5% إذا لم تستعد الدول مسبقا. وتتهم رئيسة المفوضية الأوروبية روسيا باستخدام الغاز كسلاح ضد الاتحاد الأوروبي بخفض موسكو الإمدادات بشكل جذري، داعية الدول 27 الأعضاء إلى الاستعداد لتوقف كامل. المفوضية الأوروبية طرحت خططا لتحقيق وفرات أكبر في الغاز، قائلة إن دول الاتحاد الأوروبي خفضت الطلب المشترك على الغاز بنسبة 5% فقط على الرغم من تراجع الإمدادات من روسيا وشهور من ارتفاع الأسعار. إذن أعود للنقاش مع ضيوفي وأذهب بهذا السؤال إلى الدكتور أولدريك. اقتصاديا برأيك، هل بإمكان الشركات الصناعية الأوروبية
خاصة منها الشركات الألمانية اللي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، هل بإمكانها خفض استخدام الغاز اليومي وفق خطة المفوضية الأوروبية؟ وكذلك ما تأثير ذلك على مستقبل الشركات وعلى ما تقوم بتصنيعه من مواد؟ الأمر أيضا صعب أن نتنبأ الشيء الاستراتيجية التي ستعتمد عليها تلك الشركات الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي ومدى تكيفها مع هذا الوضع. ما نسمعه من رواد الصناعة هو أن هذه الشركات تتعامل مع الأمر بجدية كبيرة وتحاول تنويع مصادر الطاقة، ولدينا أرقام مختلفة، فقد انخفض استهلاك الشركات الألمانية بنسبة 15%، ولكن لا يعني هذا بأننا حققنا المستهدف، وربما لن يكون الأمر بنفس الطريقة المروعة التي نسمعها في التلفاز الروسي، ولكن لا نعرف كيف سيكون فصل الشتاء القادم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إحداث تداعيات اقتصادية كبيرة بالتحديد في القطاعات التي لا تتأقلم مع الوضع. سيدة منال، برأيك شعبيا هل الأوروبيون سيتحملون هذه الأعباء وهذه التداعيات القريبة مع اقتراب فصل الشتاء الناجمة عن تخفيض استخدام الغاز الروسي؟ أعتقد أن كما قلت مسبقا الهدف الرئيسي هو الاستعداد للأسوأ، ولكن بالتأكيد هناك خطط متنوعة، خطط منها خطط متعلقة بتقليل الاستهلاك والبحث عن بدائل أخرى للطاقة، بالإضافة أيضا إلى العودة إلى الطاقة النووية التي قامت العديد بالدول الأوروبية أو أرادت الدول الأوروبية أن تتخلى عنها بالكامل بما فيها بلجيكا، ولكن الآن هناك توجه للعودة إلى هذا النوع من الطاقة لأنها قد تحتاج إلى إمدادات من مصادر أخرى. يعني أصحاب ربما الشركات أو المشاريع الصغرى التي تعتمد على الغاز، هذا الاستخدام اليومي للغاز، هنا نسأل نحن هل الأوروبيون سيتمكنون من تحمل الأعباء القادمة عليهم؟ أتفهم ما تقدمت به من ناحية الحكومات ومن ناحية الشركات الكبرى التي من المفترض أن يكون لديها خطط بديلة، ولكن المواطن العادي كيف سيتمكن من تخطي هذه الأزمة من المرتقب أن يعني نشهد تداعياتها قريبا؟ بالتأكيد المواطنون هم ضحايا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وهذا سيؤثر على المواطنين بشكل كبير، ولكن ما إذا كانت المفوضية الأوروبية قادرة على تقديم العون إلى الدول الأعضاء التي تعاني من موقف اقتصادي صعب؟ بعض المواطنون في عدة دول سيعانون من هذه الأزمة بشكل كبير جدا. دكتور يوري، القرارات الأوروبية هذه بتخفيض الاستخدام الغاز، بتخفيض الاستيراد الغاز الروسي، ما تأثيره على الاقتصاد الروسي نفسه واقتصاديا، وهل في بدائل حقيقية لروسيا يعني ربما تكون تعويض مناسب عن الأسواق الأوروبية؟ علي أن أقول منذ البداية إن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه في حالة معقدة جدا، وليس من باب الصدفة أن أحد أعداء المفوضية الأوروبية تيري بريتون اليوم قال خلال المؤتمر الصحفي أن هناك توصيات لإطالة أمد سريان المحطات للطاقة النووية في عدة دول الأوروبية. مثل هذا الإجراء قد يحسن الوضع، وفيما يتعلق بتأثير هذه الأزمة على الاقتصاد الروسي، فأنا يجب أن أقول إن روسيا قد قامت بإعادة توجيه الكثير من تدفقات الغاز إلى الأسواق الآسيوية من جانب، ومن جانب آخر هناك سوق داخلية
عظيمة أيضا في دولة روسية، فهذه السوق تتطلب الكثير من أحجام الغاز الطبيعي وليس من باب الصدفة. ما قاله أخيرا الرئيس فلاديمير بوتين هو أن الحجم الذي كان من المخطط أن يتم نقله في السيل الشمالي 2 أو 1 تمت إعادة توجيهها إلى الأسواق الداخلية في روسيا. والآن بأرقام حقيقية والأحجام الحقيقية للغاز، فبالطبع نتحدث عن تقليص حقيقي بالنسبة لتصدير الغاز. ولكن بالحديث عن الأرقام المالية وأرباح من هذا التصدير، فنحن نرى صورة مختلفة. نحن نرى ارتفاع ربحية التصدير بسبب ارتفاع الأسعار، وهذا يؤدي إلى زيادة عائدات تصدير الغاز بالنسبة لروسيا. دكتور أولدريك، الدول الأوروبية اللي تستورد الغاز من بدائل أخرى وكذلك الدول الأوروبية اللي لديها اكتفاء بوارداتها من الغاز، كيف من الممكن أن تساعد جيرانها الأكثر حاجة، بما أنه هذا الموقف يتطلب على أقل تقدير تضامن بين الدول الأوروبية؟ هذا بالتحديد الخطة التي وضعتها رئيسة المفوضية الأوروبية، فهي لا تضع مجرد إحصائية، وإنما هي تعد بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى التضامن. هذا الأمر قد يعني إعادة توزيع المصادر الحالية للغاز بناء على القدرة على التخزين. على سبيل المثال بولندا الآن أكثر جاهزية من ألمانيا، وبالتالي يمكن أن نشاهد إجراءات موحدة ومنسقة لا تقوم فيها أو تقوم كل دولة بمناقشة هذا الأمر على مستوى الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية. ولكن في الوقت ذاته على كل مستوى من مستويات الحوكمة، في البلديات، في الحكومات، الكل يحاول أن يتأقلم مع هذا الوضع الجديد. الخطة التي تم اقتراحها اليوم هي مجرد بداية. نعم سيدة منال، دائما في يعني منذ بداية حديثك وأنت تركزين أنه هناك سعي لإيجاد بدائل، هناك خطط لإيجاد ربما طرق مختلفة للاستغناء عن الغاز الروسي، ولكن ما تمتلكه الدول الأوروبية من بدائل حالية هل يكفي لتخطي هذه الأزمة على أقل تقدير إلى حين التوصل إلى الحلول الجذرية التي تحتاج الوقت الكافي لإيجاد بديل تام عن روسيا؟ بالنسبة للوقت الحالي الحل ليس كافيا أو مكتملا بالطريقة التي يعرض بها، لأنه يعتمد على خفض الاستهلاك بنسبة 15 ما بين شهري أغسطس وشهر إبريل، وكما نعلم هذه الشهور هي التي تتطلب فيها أو يتطلب فيها المستهلكون مستويات أعلى من الغاز. وبالتالي لا أعتقد أن المواطنون سيقللون استهلاكهم ب 15%، وبالتالي هناك هذه الاحتمالية. وعلى الجانب الآخر أذربيجان بدأت بدأنا بعقد هذه الاتفاقية مع أذربيجان، وهي ليست كاملة أو ليست كافية كما هو الحال في اتفاقية الغاز مع روسيا، ولكن هي بديل وليست بديل كلي. في الوقت ذاته الاعتماد على إمدادات الغاز من إسرائيل ومصر ستتطلب وقتا، ولكن قد تكون بديلا خلال السنوات القادمة وعلى المدى الطويل، ولكن ليس في المستقبل القريب. نعم دكتور يوري، هذه الحرب الغربية الروسية الاقتصادية ما انعكاسها على الاقتصاد وعلى الأسواق العالمية؟
في سياق هذا السؤال أود القول إن الاتحاد الأوروبي بالنسبة لروسيا الاتحادية كان دائما من أهم شركاء التجاريين، ولكن نتيجة لتلك العقوبات التي تم فرضها من قبل المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فالآن العائلة الأوروبية تجد نفسها في حالة غير مريحة. فدعونا ننظر ببساطة القول إلى ما يحدث مع حجم إمدادات الغاز الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السلع والخدمات الأخرى، فإن الولايات المتحدة الآن تدفع الدول الأوروبية إلى فرض المزيد من العقوبات، ولكن أمريكا الآن ترفع العقوبات على بعض الأنواع والأصناف من السلع الروسية، وبالمقارنة مع 2021 زادت الولايات المتحدة بضعفين استيراد النفط من الدولة الروسية وفقا للإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى استبدال الغاز الروسي الذي يغادر الأسواق الأوروبي بالغاز المصال من الولايات المتحدة. فلهذا السبب كما يبدو لي في هذا السياق تحديدا في سياق الاقتصاد الدولي، من سيربح وسيستفيد من ذلك هو الزملاء من الولايات المتحدة وكندا طبعا، في حين سوف تنغمس الدول الأوروبية في المزيد من الأزمات الاقتصادية والمالية، الأمر الذي لابد أن يؤثر على كل الهيكلية الاقتصادية الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة بناء سلاسل التوريد التي كانت تتوفر لدينا خلال عقود من الزمان، الأمر الذي سيشمل المزيد من الدول. فبرأي هذا هو الوضع الآن في الاقتصاد الدولي. على كل حال ضيوفي تفضلوا بالبقاء معي، حلقة الرابط مستمرة ولكن بعد هذا الفصل القصير. أهلا بكم من جديد. وفق صحيفة The Guardian فإن الحكومات الأوروبية تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية متزايدة بسبب تكلفة الغزو الروسي لأوكرانيا، في ظل توقعات بمزيد من التداعيات السلبية على قادة أوروبا نتيجة طول أمد الحرب. تتعرض معظم الحكومات الأوروبية لضغوط متزايدة بشأن التكلفة المتوقعة للحرب في أوكرانيا، حيث يشعر بوتين أن الوقت والاقتصاد في صفه لأن العقوبات تلحق الضرر بالمستهلكين الأوروبيين أكثر من روسيا وفقاً لصحيفة The Guardian. ويستغل بوتين ذلك لممارسة الضغوط الاقتصادية على دول الاتحاد، ما قد يتسبب في صدمة اقتصادية تفتك بالسياسيين في أوروبا وفق The Guardian. ووفقا للصحيفة البريطانية فإن الجهود اليائسة لمنع سقوط حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تعد أحدث عاصفة سياسية لنتائج الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي فرنسا تسببت نتائج الغزو الروسي لأوكرانيا في خسارة حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأغلبية البرلمانية لأحزاب أكثر تعاطفا مع بوتين حسب The Guardian. في إسبانيا خسر الاشتراكيون الذين يواجهون الانتخابات العام المقبل قاعدة سلطتهم في المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد. وتواصل The Guardian سرد أمثلة على أثر الحرب في أوكرانيا على السياسة الأوروبية، وتتابع أن حكومة رئيسة الوزراء الإستونية كاجا كالاس نجت من السقوط الأسبوع الماضي بعد ارتفاع معدل التضخم في البلاد والذي بلغ 19%. وتختتم الصحيفة مقالها بالإشارة إلى تحذيرات سفير ألمانيا السابق في لندن توماس ماتوسيك، الذي يحذر من أن اقتصاد بلاده الذي يعتبر القاطرة الأوروبية الاقتصادية مهدد بالدخول في أكبر أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. أعود للنقاش مع ضيوفي وتحديدا إلى الدكتور أولدريك. هذه الضغوطات اللي تتعرض لها الحكومات الأوروبية، هل ستضعها عرضة لدفع تكلفة سياسية بسبب الأزمة الأوكرانية، وهل سنشهد ربما اضطرابات على مستوى الساسة الأوروبيين؟ كما قلت مسبقا، النظام الديمقراطي الأوروبي يعتمد على فرضية أن الحكومات تتغير وأن الشعوب لديها حق التعبير عن الذات، ومن خلال الانتخابات أو التظاهر أو أي نشاط آخر يعتبر مشاركة في النظام الديمقراطي العادل. وبالتالي لا يمكن الاعتماد على عامل واحد منفرد. إذا تغيرت الحكومة أو فقدت أصواتها كما حدث في إيطاليا
إيطاليا، وبعد ذلك الكل طلب من ماريو دراغي الاستمرار في الحكم لأنه سيكون الموقف محفوفا بالمخاطر في حال تغيير الموقف. وبالتالي الأمر جزء لا يتجزأ من الحكومات الأوروبية بأنها تتغير، ولا يوجد ما يعرف بالحكومة التي تستمر لفترة طويلة، وهذا جزء من النظام الإيطالي وليس سببا للحرب. بالتأكيد سيكون هناك تعقيدات مع ارتفاع التضخم ونقص الطاقة في حال حدوث أسوأ السيناريوهات، ولكن هذا لا يعني أن التضامن والوحدة، وحدة المجتمع وليس فقط الحكومات، ستختلف، لأننا نستضيف مئات الآلاف بل ملايين من الأوكرانيين في بعض الدول الذين يصلون إلينا على مدى على كل يوم، ويذكروننا بصعوبة وقساوة المشهد الأوكراني، وأن ما نعاني منه من تضخم وانخفاض من درجات الحرارة إذا تم تطبيق هذه الخطة. نعم سيدة منال، أضيفي إلى الضغوطات السياسية التي تتعرض لها الحكومات الأوروبية هي الضغوطات الاقتصادية جراء إغداق المساعدات العسكرية والإنسانية وغيرها للجانب الأوكراني. برأيك إلى أي مدى الأوروبيون قادرون والحكومات الأوروبية قادرة على الاستمرار في هذا النهج، أم أنه فعلا نحن أمام تقليص لهذه المساعدات وتحديدا العسكرية والاستناد أكثر على السلاح، سلاح العقوبات؟ أعتقد أنه فيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية واستضافة أو الترحيب باللاجئين، أوروبا تعمل وفقا لخطة تظهر الوحدة والتضامن، وأيضا الدول الأعضاء تقوم بمنح الكثير من المساعدات وتخصيص الكثير من الدخل لمساعدة واستضافة وإسكان هؤلاء اللاجئين وتعليمهم. ولكن على المدى الطويل إذا استمرت الحرب سيكون لذلك تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي لأوروبا، وخاصة بعد هذا التدخل العسكري. بالتأكيد أعتقد أن أوروبا ستعتمد بشكل أكبر على العقوبات أكثر من التدخل العسكري، لأنها كانت تعمل بشكل أو لمدة طويلة على المفاوضات، على الرغم من فشلها إلا أنها تعتقد أن هناك مجال للمفاوضات وأن العقوبات ستنجح في وقف روسيا. ولكن بالتأكيد مع اقتراب الانتخابات في عام 2024 ربما سيتغير الموقف حينها، وبالتالي هذا سيعتمد على الانتخابات الأوروبية وكيف ستكون ردة أفعال الأحزاب الاجتماعية تحديدا التي أو الأحزاب الاشتراكية التي تؤيد أكثر استضافة اللاجئين ومساعدة أوكرانيا وإظهار التضامن للشعب الأوكراني. وربما اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف الذي قد يكون له وجهة نظر متحيزة تجاه أزمة اللاجئين. نعم دكتور يوري، هذا التضامن الأوروبي هل يخيف موسكو من ناحية أن تجد نفسها أمام أزمة طويلة الأمد لن تتمكن من الصمود، يعني لن تتمكن من الصمود بوجهها اقتصاديا سياسيا وكذلك على صعيد التحالفات العالمية الجيوسياسية المتغيرة أصلا جراء كل ما يحدث؟ أنا لا أعتقد هكذا، إننا قد تعودنا في السنوات الأخيرة أن نتعامل مع الدول الأوروبية على أنها شريك تجاري قبل كل شيء وفي شتى المجالات الاقتصادية، بالرغم أن العلاقات على مستوى الحكومة الوطنية أيضا كانت تتطور بشكل إيجابي. نحن دائما نعتبر العائلة الأوروبية كعائلة الشركاء المهمين، وبالنسبة لروسيا قد يكون من المربح ومن المفيد الحفاظ على هذه العلاقات مع بناء هذه العلاقات على أنها علاقات بين شريك وشريك، وشريك يفي ببنود جميع الاتفاقات وقادر على حل مختلف القضايا المتبادلة المنفعة. ولكن ما يحدث حاليا
فأنا متسائل وأيضا استمعت إلى ضيوفكم الكرام والذين يتكلمون عن القيم الديمقراطية في الدول الأوروبية. بالطبع نحن نرى متابعة القيم الديمقراطية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالدوائر الانتخابية البرلمانية وعندما تجري هناك انتخابات مثل ما كان يحدث في فرنسا، ولكن حيث عندما يحدث مختلف الاحتجاجات في الشوارع احتجاجا على سياسات الحكومات خارج إطار الدوائر الانتخابية، فنحن نرى أن مسألة القيم الديمقراطية تثير الكثير من الشكوك في كواليس اتخاذ القرار. لو تسمح لي سريعا، لو سمحت، هل العلاقات الروسية الأوروبية على وجه التحديد وصلت إلى مرحلة الطلاق كما يعني يمكننا أن نوصف الحالة؟ أنا أشعر ببعض التفاؤل بسبب بسيط، وهذا السبب يتكلم في قربنا، في قرب جغرافيتنا وحدودنا، فلذلك لا يمكن أن ننتقل إلى الكوكب المختلف. مهما كانت تقديراتنا ورغباتنا سوف نضطر إلى بناء العلاقات المتبقية مع الدول المجاورة، بالرغم من أن هناك الحديث يدور عن الحزمة السابعة من العقوبات التي من الممكن فرضها على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن الأوقات الطبيعية سوف تطرأ على أرضنا لأننا لن ننتقل إلى أي مكان آخر. نعم. سوف نضطر إلى التعايش. شكرا لكم جميعا ضيوفي، انتهى وقتنا. كنت معي من موسكو عبر زوم الدكتور يوري موسيكين عميد كلية الاقتصاد في جامعة الصداقة الروسية، من برلين الدكتور ألدريك بروكنر أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين، ومن بروكسل السيدة منال مسلمي مستشارة الشؤون الدولية لدى البرلمان الأوروبي. شكرا جزيلا لكم جميعا. قبل الختام أستعرض سؤالي حلقة الرابط لهذه الليلة: هل تنجح خطة بروكسل بتخفيف حدة الأزمة، أزمة الطاقة وتداعياتها عن الأوروبيين؟ هل يترجم التضامن الأوروبي بموقف موحد يفرض أجندته على روسيا بشأن الحرب الأوكرانية؟ بعد استفاضة في النقاش خلص ضيوفي إلى التالي: خطة المفوضية الأوروبية للغاز هي خطوة استباقية لتخفف من حدة أزمة الطاقة على دولها، وهذه الخطط قد تساعد الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، ولكن ليس بشكل عاجل أو سريع. هناك ضغوط متبادلة بين الجانبين الروسي والأوروبي، فأوروبا تحاول تحصين نفسها وتوحيد صفوفها في مواجهة روسيا المتهمة بمحاولة إحداث حالة من الانشقاق داخل الاتحاد الأوروبي. وصلنا إلى ختام الرابط لهذه الليلة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا غنوة أبو دلّة.